صباحكم الله بالخير ونرحب فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج الديربي. نسعد في تلقي اتصالاتكم وآرائكم ومواضيعكم على الأرقام اللي تشاهدونها على الشاشة. قبل لا أبدأ أشكر الرعاة كالعادة، نظارات كيفان شكرا لكم، أطياب البغدادي شكرا لكم، شركة غرب الخليج العقارية شكرا لكم، علي كاكولي وأولاده للأغمشة شكرا لكم، ومركز الزامل للإعداد والتأهيل شكرا لكم على دعم ورعاية برنامج الديربي. نبلش باليمين، وليد الأنصاري وعمر صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير، هلا خلف، حياك الله ورحب فيك ورحب بالحضور. الله يرحم، هلا بك. شاب كنكوني صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور، وصبح على اخواني الكبار عمر وليد نصار وعائشة اللي من زمان ما التقيت فيهم صراحة. وليد نصار واصل حده، صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور، واسف على التأخير. صباح عليكم، صباح اخواننا المشاهدين وعلى الحضور الكريم، وان شاء الله في الحلقة بالشيء المطلوب ان شاء الله. احمد موسى مندو صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير، الله يصبحك بالخير، ومشاهدينا الكرام والاخوان المتواجدين معانا واللي خلف الكنترول. موضوعك تحت الهواء عالمي. الابتسامه 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 حلوه، هو جميل ونعيما لمان اللوك بعواش ترى جميل شنب. بس انا عندي اعتراض على موضوعك تحت الهواء اللي هو عالمني مال جول تمياط. لا هو مو لا لا ذكرني بلحظات والله بالنسبه لي يعني كنت شباب تو. لا احنا كلنا يعني احنا هذه المباريات او من الدورات اللي ككويتيين يعني عالقه في اذهاننا كجمهور كلاعبين امانه يعني يعني هذه كنا قاب قوسين اودنا ان نوصل يعني بعيد، وكانت هي دور الثمانية، فكنا نتكلم عن الهدف اللي سجله اللاعب الكبير. بس قلت معلومه اتمنى تذكرها ولا تذكرها عنك. لا بذكرها انا طبعا اللي هو هدف طبعا ولا اروع هدف في الكابتن الكبير نواف تمياط، لكن هو كانت المفارقه ان هل فلاح دبشه يقدر يصدها او ما يقدر. فهو كان هدف جدا صعب لان الكره كانت بطريقه الموزه وكانت فيها كيرف، يعني كان فلاح لا يلام عليه صراحه. ابي المعلومه فلاح طبعا الكل الجريب من فلاح يدري انه يعني ابو فيصل الله يعطيه الصحه والعافيه كان عنده اصابه بالرباط، هي اصابه يعني دائمه مع ابو فيصل، وعلى فكره اغلب مباريات ابو فيصل اللي بدع فيها حتى معنا في مجلس التعاون مع النادي العربي كان مصاب، لكن كان يتحامل على اصابته وكان يقدم يعني لعب مواسم كبيره. فلاح دبشه وهو في قطع بالرباط الصليبي للركبه. نعم نجم كان بالبطوله كاساسي يعني انا كنت موجود وياه، انا كنت على الدكه موجود. فلاح ترى لين مباراه السعوديه هو احسن حارس، ترى لو مكمل بعد كل شيء كان عطوا احسن حارس في اسيا. خلاص هذا من غير رباط، ظروف المباراه صارت كذي في ظروف هذه البطوله تحديدا. يعني انا وجهه نظري ان احنا خسرناها اداريا مو فنيا. افا اي نعم، يعني لو ما كان عندنا فريق وقتها الواحد يقول والله قدم وسوى اللي علم، لكن كان فريقنا ممكن يوصل ابعد من فريقين يعني كان عندك فريقين نعم ونجوم تداخل بين نجوم شباب صغار ونجوم كبار. نبي اداريا باختصار اداريا كان واضح انه في تدخلات في التشكيله. أوكي. كان في عدم استقرار في الفريق، يعني تشوفها في المباريات التجريبيه فريق، بالمباريات الاساسيه تشوفها فريق ثاني. فهذه طبعا ولا كسورا باللي لعبوا ولا كسورا باللي قعدوا، لكن يعني انا اقول لك اياها كمتابع هم يعرفون اللاعبين من منو تدخل التشكيله؟ من الاتحاد طبعا اكيد. شوف فياهم. شوف خلاص احنا ما عندنا خلافات مع اشخاص عشان نقول والله الاتحاد الحال الاتحاد صار مبدا التدخل في التشكيله مرفوض، هذا التدخل مرفوض. فهذا احد احد البطولات اللي ضاعت علينا بسبب التدخلات. كان في تدخلات ابو احمد اي او لا؟ ما بيحرجك. شوف لا مو سالفه تحرجني، هو طبيعي ان تلقى في اشخاص يعني يحاولون ان مو يتدخلون يبدون راي، مرات يكون الراي قوي. انا ما اقول لك الراي قوي، هو التدخل موجود بكل مكان، ان كان اتحاد او اتحاد اللي قبل، حتى في ايام الفريق يقول عصر الذهب تقنعني انه ما كان في تدخل في بعض القرارات. بعض القرارات احنا ما نقول ترى في طبيعي شيء طبيعي، حتى على مستوى العالم ترى في تدخلات على بعض القرارات، فكان في تدخلات بسيطه. بعواش كنت موجود في البطوله. انا قبل بس ترى في اختلاف الشخصيات في مجال التدريب، اليوم في مدربين ما يرضون بالتدخلات هذه. صح. اذا كنت اليوم ما تحاسبني انا كمدرب متدخل في شؤوني، الان لو انا خسرت طلعت بالبطوله تحاسبني؟ انت اللي دخلت بس طبيعي. وهذا انت لما تتكلم عن الجيل الذهبي لو تلاحظ شخصيات المدربين اللي تولى تدريب منتخب الكويت كبيرة. تختلف عن شخصيات المدربين الحاليين، فانت لازم نقيس المنظور هذا. طبيعي خلني اقول لك انا بس هذا طبيعي حتى مستوى العالم. اليوم لما يختل توازن الفريق لابد من الاداريين او رئيس الاتحاد او ايا كان من رؤساء الانديه الاتحاد اذا كانت على مستوى الانديه او المنتخبات، لابد اليوم المحاسبه للمدربين.
انا ما بس الاداره ما يقعدون معك منو ما يتناقشون معك في ابداع راي بس ما في فرق اساسا ترى والله موجوده حتى على مستوى العالم خلينا نكون واقعيين تقول لي اخر اخر 20 30 سنه اقول لك ايه بس تقول لي ايام الجيل الذهبي لا اقول لك اليوم مختلف شوف السي في المدربين اللي كانوا موجودين وارجع شخصيات المدربين والله انا هذا مو موضوعنا لكن ابي شهادتك انت كنت لاعب في هذه المجموعه لا طبعا شوف شوف يعني يمكن كلام ابو احمد ان الاراء هي شنو الاراء اليوم في ذاك الوقت في الحقبه هاي حقبتنا احنا كان في لاعبين بكل مركز في ثلاث لاعبين ما يتخيرون عن بعض كل تفاصل يعني تفاضل بينهم منو تلعب عرفت فكان هناك عندنا احنا يعني اذكر لك يعني الشيخ احمد الفهد واللي كان على راس الهرم وعلى راس الاتحاد كان إيه مثلا عنده وجهه نظر يقول لك والله ممكن تلعب احمد موسى افضل من افضل يمكن يفيدني اكثر فيقول حق المدرب عرفت اه يعني حزته الشيخ احمد واضح هو اللي هو اللي كان يتكلم مع المدرب يعني لا لا يعني كان إيه الموضوع شيء جميل اي كان إيه هو مثلا 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 بالنص ملعب بدر حجي وعبد الله ابراهيم مثلا عرفت كان مثلا ناصر السوحي موجود يعني الله يرحمه عرفت فكان عنده وجهه نظر الشيخ وياخذ كان ياخذ فيها المدرب احيانا شوف احيانا المدرب كان ياخذ فيها شوف احيانا الشيخ كان مثلا يقول حق المدرب راي والمدرب يمشي ويصيب الراي عرفت او الفريق يمشي او يفوز لكن بتقول لي ما في تدخلات لا كان في تدخلات وفي لاعبين وايد انظلموا في هذه الحقبه امانه يعني عرفت منهم احمد موسى والله شوف هذا احمد موسى انظلم ترى على فكره كنا معسكر اخر نقطه يمكن انصفه فيها يعني حتى لو راح الزمان عليه احمد موسى ترى احنا بطوله الجي كان من ابرز اللاعبين في بطوله الجي حتى كنا انا وياه طالعين يمكن فريب هذا كان عنده الكاميرا مالته عادي اللي دائما تزوم فنتكلم يعني كنت اقول لاحمد كان يقول ان شاء الله يعطوني فرصته وانا قلت له تجيك الفرصه ان شاء الله احمد وراح تجي الفرصه احمد ترى انظلم في هذه البطوله انه ما اخذ فرصته كان يفترض ان احمد يلعب في هذه البطوله لانه كان نجم ولا قصورا بالباجي الله يرحمه ناصر السوحي كان نجم هذا البطولة منو اللي لعب في مركزه لعب في مركزه اذكر في لاعبين وايد والله كان طبعا السوحي موجود عصام موجود احمد مطيري موجود بدل حج لا بدل حج مباراه اللي فاتت كان على وشك انه هذا ما كان يلعب حتى وبران يمكن مباراه السعوديه قعدهم المدرب احمد مفروض كان يلعب في هذه البطوله لانه شوف اللاعب محتاج فرصه وابدع فيها وما تعطيه اعتقد هذا عواش من اللاعبين المميزين في الكره الكويتيه اللي ما اخذوا فرصتهم وخلينا نقول يمكن محمد شراغ في فتره من فترات في اكثر من لاعب ما خليجي 10 كان من اصغر اللاعبين لا اعطوه فرصه وليد خذ فرصه اي بس من اصغر اللاعبين ممكن من اصغر البطوله خذ فرصه ولعب اللاعب الصغير شنو ومعي كان كان معي ابو عبد الله وسامح حسين وسامح وادين بعد لا 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 ما لعب البطوله ما لعب بس كان وياكم من ضمن الموجودين من ضمن الاختيار كان يعني انتم الثلاثي معروف وليد انا ما عرفنا وليد 10 على شو على وليد نصر ما ودي نتاخر على الناشئين خلينا نعطيهم حقهم قاعد نتكلم شويه بالذاكره قبل الناشئين خلينا نبارك حق منتخب الكويت للصالات رجال الصالات فوزهم 9-2 على منتخب الصومال وتأهلهم للدور الثاني من بطولة غرب آسيا للرجال كذلك مبارك لكرة اليد نادي القادسية في بطولة آسيا حقق فوز الأول باكر إن شاء الله الكويت كذلك إن شاء الله يحقق فوز وإن شاء الله نشوف هالناديين القادسية والكويت يعني في الأدوار النهائية لكن منتخب الصالات سيدات تعرض لهزيمة كبيرة 10 يا أخوان 10 12-0 من منتخب العراق يعني الخسارة طبيعية لكن أنا ملاحظتي أن نص نهائي و12-0 شو نص نهائي يعني أنت شون وصلت لنص نهائي غرب آسيا وخسرت 12-0 ما أنا مستغربها فازوا المباراة الأولى على المنتخب السعودي متابع؟ اي نعم جميل فازوا المباراة الأولى على المنتخب السعودي يعني طبعا أنا مو متابع البطولة كسيدات بس أنا استوقفني شيء يعني في دورة الألعاب الخليجية اللي صارت في الكويت طبعا اكيد كره قدم الصالات غير قابله يعني خصوصا السيدات غير قابله للنقاش بيننا يعني احنا مو متابعين لها ولا احنا عارفين نتكلم عن النتيجه بس اللي فاتت انضاف لكن انا قاعد اتكلم عن نقطه انه لما يطلع مسؤول ويقول انتم ليش بس تتابعون الفريق الاول فريق الصالات موجود فريق الصالات سواء للرجال او للسيدات من هذا احد المسؤولين في المنتخب الصالات يعني لا على مستوى الرياضه الكويتيه حاليا وكان يعتب على الاعلاميين تحديدا ان انتم الاعلاميين حاطين بس على المنتخب الاول كان عندنا انجازات فريق الصالات كنا ندري يعني انا شخصيا ندري ان التعويل على منتخب صالات سيدات تعويل خاطئ صراحه مبكر عليه ولا كسورا فيهم بناتنا وخواتنا انزين واكيد اللعبه محترمه ولاعبين محترمين لكن
ما تعول عليهم انهم راح يرفعون اسم الكويت. صحيح هم مجتهدات وسووا اللي عليهم، لكن الحين هذا دور المسؤول هذا اللي يطلع ويتكلم ويرفع من معنوياتهم. من المسؤول ترى ما لا بس شوف بالعكس شوف انا بس رايي انه وجهه الانظار على منتخب السيدات. بس النقطة على 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 كلام عمر، شوف يعني انا يعني من حكم الاخوان اللي يدربون الصالات الربع يقول عندي بدوني متابع وياهم. المشكله اللي سواها بعد لما جبت محترف يابوا محترفين حق السيدات عندنا في الدوري الداخلي ايه صار شنو صار كل الفرق تعول على المحترفات اللي جايين يكسبونهم، بس صار اللعب كله على المحترفات. فانت هذول ما يعني يعني ما ما احتكوا عدل، ما ارتفع مستواهم عدل، لانه صار خلاص كل فريق اللي هو معتقد ست فرق العربي وكذا ونادي الفتاه ومش عارف يعول على المحترفتين هذيل اللي جايبهم. بس هم حطوهم عشان يعني يستفيدون منهم بالاحتكاك يطورون اللعبه. انت يعني في تابعت يمكن مباراه او ثلاثه تمدوا بشكل كامل، يعني هم صاروا الفريق ككل يعتمد على هذا، وين عطها الكره بس وهي تلعب عرفت. هم مسكنين ورا بالضبط. طيب فهذا اللي صار الحين بالبطوله على العموم. طبعا يعني احنا ما نقلل من جهدهم ونقول يعطيهم العافيه، بالعكس ما قصروا. اللجنه النسائيه بالاتحاد برئاسه اختنا فاطمه حيات مجتهدين. عندي مقترح وانا قلت حق الاخت فاطمه حيات ان كره القدم النسائيه يجب ان تخرج من اتحاد القدم تروح حق وزاره التربيه. السبب ان ما في بيئه في الانديه. صحيح ما في بيئه في الانديه، يعني انديه القادسيه والعربي والكويت وكاظمه نادي او ناديين اللي عندهم ترى قاعد يعتمدون على انديه خاصه الفتاوى ما ادري ايش. لا لا انديه خاصه. نعم نعم زي شركات. عندك مدارس وزاره التربيه بالضبط. فيها ثانويات للبنات، فيها متوسطات للبنات، وفيها جو ملائم للبنات. جامعات ممكن جامعات النسائيه ممكن يعني تكون. ان هذا الملف لازم يروح عند وزاره التربيه افضل بكثير. بس انا بضيف على النقطه هذه، ترى الاخت فاطمه حيات ترى هي من السيدات المتابعات ونشيطه بالعمل، ترى لها تعاون مع الاتحاد المدرسي في فتره سابقه وما زالت هي موجوده في تواصل او في توأمه ما بين اتحاد القدم واتحاد المدرسي من قبل السيده فاطمه حيات. وفي اكثر من مناسبه حتى في دوري المدارس الاخير هي لها تواجد لها حضور في بطولة السيدات. على طاري الاتحاد المدرسي يعني ذكرني في الحلقة الماضية أنا تكلمت أنه ما يصير منتخب المدرسي يكون لعيبة الأندية. أنا يعني زملائي ولاعبيني وأخواني الصغار يلعبون في منتخب الكويت المدرسي المحافظات وما أدري إيش، لعيبة أندية يلعب بالعربي ويلعب مع منتخب مدرسته من زمان. فأنا كنت نعم نعم أنا كنت معترض على بوضح والله أنا بوضح أوكي يلا أوكي أنا معترض على هذه الفكرة. قلت لا ما يصير. ناصر بنيان يعني نبهني الله يجزاه خير بعد الحلقه مباشره قال من السنه هذه اللي راحت السنه الماضيه هذه منعوا هالشيء، صار المنتخب المدرسي يلعب فيه لاعب اساس نكسب لاعب جديد مو لاعب النادي نفسه. فهذه خطوه ممتازه ويشكر عليها، وهذه اللي ممكن تساهم لنا في ولاده نجوم جدد مو نفسهم اللاعب اللي بالنادي يلعب في المنتخب المدرسي. هي النقطه ولا تضيف واضيف عليك هذا على النقطه هذه. نعم. ايضا الان الاكاديميات لوزاره التربيه لا تخضع لاي لاعب نادي يدش في اكاديميات التربيه. ممتاز. فاليوم التربيه حطوا قانون ان اليوم لاعب النادي ما يلتحق الاكاديميات اللي تابعه وزاره التربيه. فحد من الامر هذا عشان يطلع لك جيل جديد ونشء جديد وتعليم وتاسيس لاعبين جدد غير لاعبين الانديه. يقول كان اليوم في وزاره التربيه اليوم لما اسس للاعب نادي هو متاسس في ناديه خلاص. صح. فاعطي المجال حق اللاعب الموهوب اللي غير مسجل او لغير مقيد بالانديه. جميل. لذلك الاتحاد المدرسي برئاسه اخوي فيصل المقصيد والدكتور احمد الحميد وهم الاخوان ناصر بنيان وعلي ضاحي، بالعكس يعني شغلهم كان واضح خاصة الفترة السابقة بخصوص الأكاديميات المدرسية في المحافظات. فحطوا القانون هذا أن لاعب النادي خلاص يتجه إلى النادي واضح واللاعب وشكرا غير مقيد يكونوا في أكاديميات وزارة. أنا صراحة أشكرهم. وليد نصار ذكر هذه النقطة المهمة، نشكر مقصيد ونشكر ناصر بنيان وعلي الضاحي والاسم الرابع لا يروح أحمد عبد الحميد. الدكتور أحمد عبد الحميد شكرا، هو نفسه المدير الفني في الاتحاد الكويتي لكرة القدم سابقا. نعم. صحيح. نعم. شكرا حق أحمد عبد الحميد على هذه المجهودات، إن شاء الله تساهم في ولادة نجوم جدد. فاطمة حياة لا تهمكم النتيجة، احنا يعني برنامج متخصص للرجال نعم، لكن هذا منتخب الكويت ولا تهمكم النتيجة، ما راح نقسي على البنات، هذه مجرد مشاركة، لكن ان شاء الله في الايام القادمة البطولات القادمة يعني يكون في اعداد افضل واهتمام اكثر وتطور في هذه اللجنة وهذه المشاركة النسائية. خلونا ننتقل سريعا حق منتخب الكويت للناشئين اللي لعب مباراة امام لبنان في بطولة غرب آسيا. نشوف التقرير ونرجع لكم. إذن الآن
انت لقد احدث هذه المباراه منتخب الكويت كما نعلم بلباسه المعهود، هو يلقب بالازرق على شمال الشاشه، بينما المنتخب اللبناني بالقمصان الحمراء على ايضا يمين الشاشه. هذا طبعا هو المدرب الكويتي محمد العزر، تحت 16 عام، بدايه الان فرصه والتصدي، فرصه ذهبيه ضاعت، والمتابعه والتسديده والخطوره اللبنانيه ما زالت قائمه ولكن مقطوعه بالنهايه. هذه انشات تمرير اكثر من رائعه كانت من اللاعب اللبناني فريدي اصطفان في اول 10 دقائق. الكره بالراس تهيا والهجم الان لمنتخب لبنان، تسديده ولكنها فوق المرمى بالاسلوب القصير، كره معادل الخلف، العرضيه تاتي الان ولكنها تسديده، وبالتالي هذا هو الاختبار للحارس اللبناني جاد جوهر. تعود مره ثانيه المنتخب الكويتي، هجم الان سريعه، منتخب الكويت يتقدم، هجم الان خطيره الكويتيه، يهيئ الكره والعارضه بصفر يتابع ولكن بجوار القائم، فرصه ذهبيه تضيع. نشاهد الهجم السريعه من الجهه اليسرى، تهيئ الكره للاعب مهدي الحمر، ثم تصطدم بالعارضه ثم تعود الى مقداد، ومقداد يخطئ المرمى. الكره كانت قويه من مقداد ولكن تبتعد قليلا. شفيق الى داخل المنطقه، وهناك كره بالراس، والمتابعه الان والخطوره اللبنانيه ما زالت قائمه. فرصه الان للتسديد، وهناك متابعه والهدف الاول، جول، هدف الافتتاح للمنتخب اللبناني. نهايه احداث الشوط الاول بتقدم منتخب لبنان على المنتخب الكويتي بهدف مقابل لا شيء. يلحق بها اللاعب اللبناني، كره الان هجمه واختراق من العمق، كره للمنتخب اللبناني، تقدم الان، عكس الكره، وهناك الارتقاء الرائع، الارتقاء الرائع من عبد الله ايوب، ممتازه هذه التمريره الى الجهه اليمنى. هجم الان المنتخب الكويتي، منتخب الكويت الاختراق وعكس الكره والتسديده ولكن تمر من الجميع. إذن عفوا، نقترب من دقيقة 70، يتبقى حوالي 20 دقيقة على نهاية أحداث الوقت الأصلي للمباراة. كرة بالأمام، هجم الآن منتخب الكويت، اللاعب البديل بندر العازمي، كرة عند المقداد، مقداد يسدد، مقداد، وفرصة ذهبية ضاعت، فرصة خطيرة ضاعت، مقداد صفر. نشاهد مقداد والحارس جاد جوهر. الآن تمريرة عند ياسين يراوغ، ياسين يسدد، هناك إيش، ركلة جزاء، حسن يتقدم يسدد، وعبد الله، والمتابعة، وعلى المرة الثانية، والمرة هناك هدف، يحتسب هدف، إذن هدف ثاني، يتم احتساب الهدف. الكرة تجاوزت، واحتجاج شديد اللهجة من قبل اللاعبين الكويتيين على الحكم المساعد. الآن أعزائي المشاهدين، نهاية أحداث هذه المباراة بفوز غالي وثمين لمنتخب لبنان على المنتخب الكويتي بهدفين دون مقابل. الهدفان أتيا مناصفة على مدار الشوطين. ألف مبارك لمنتخب لبنان هذا الفوز وصعوده لصدارة المجموعة بفارق هدف على المنتخب السوري. هارد لك المنتخب الكويت. نرحب فيكم من جديد مشاهدينا. شفنا تقرير مبسط لمباراة الكويت لبنان اللي انتهت فوز المنتخب اللبناني 2-0. نقول هارد لك للاعبي منتخب الكويت، وان شاء الله قدامكم لعبتين، سوريا وفلسطين، ان شاء الله تعوضون وان شاء الله يتأهل هذا المنتخب للدور الثاني. ابو عمر، شفت المباراة؟ نعم. رايك الفني؟ والله شوف، انا ما اقدر اتكلم براي فني بوجود الكباتن، انا بتكلم عن امر ثاني. انا اعتقد هذا المنتخب واحد من ضحايا سوء الاعداد والتجهيز للاتحاد الكويتي لكرة القدم. بغض النظر عن الاتحاد السابق الاتحاد الحالي، هذا موضوع اخر. اللاعبين هذول احنا يعني انا شخصيا اتابع الفريق هذا لوجود بعض العناصر في نادي القادسية، يعني قراب مني، يعني مثل اللاعب محمد العمران،
المطر الله يشافيه بودي، هذول اللاعبين مميزين، نشوف منهم لمسات قاعدين نتابعهم. الدوري لا دوري منظم، لا دوري ماشي في مراحل زمنية صحيحة. آخر مباراة لعبوها يمكن بالدوري يمكن قبل شهر أربعة يمكن أو قبل شهر ثلاثة، أو آخر مباراة لهال المرحلة شهر ثلاثة. شهر ثلاثة والحين إحنا الحين في نهاية شهر ستة. أي عقل وأي منطق وأي ليش دائما إحنا ملازم لنا كلمة والله إحنا فريقنا مو معد بشكل جيد؟ متى راح يعد بشكل جيد؟ صحيح احنا عندنا طلبه وعندنا، بس هم اللاعبين الثانيين هذول يعني لا منتخب لبنان شنو مو طلبه، منتخب فلسطين وسوريا مو طلبه ايضا طلبه، بس احنا ما عندنا اعداد، ما عندنا ناس تشتغل، ما المراحل السنيه مرتع حق المجاملات وحق التربيطات، حق والله اني انا ضبط مدرب، مع احترام طبعا انا مقصد المدرب الحالي او الجهاز الاداري. انا اقول العمل الصحيح يجب ان يبدا من هذا الفريق. هذا الفريق فيه عناصر، والاخوان يمكن فنيا افضل مني راح يتكلمون في يعني على الاقل تشوف في بعض اللاعبين اللي يطلع منهم، بس يبي لهم شغل، يبي لهم اعداد، يبي لهم ناس تشتغل، يبي لهم ناس تكون عندها رؤيه وتخطيط وتنفيذ، وليس فقط مجرد يعني انه والله عمل ارتجالي. اليوم لما نشوف بعض اللاعبين يعني حتى بالمباراه تلاقي في اثناء المباراه تلاقي نفسيا ينهارون، مثل ما تشوف لاعب يطق لاعب يطيح ما يقدر يكمل. شوف اذا تعادل بنحط زين اللاعبين لما يصير بلنتي، شوف رده فعل السلبيه اللي عليهم، لما صار هدف على الكويت شوف رده فعل، لان اللاعب هذا لازم يلعب اكبر عدد من المباريات عشان يكون على الاقل نفسيا مهيئ. زين ابو عمر قبل أن انتقل حق احمد، ابي اذكر لي اسمين ثلاثه من عجبك من والله عجبني. انا مقداد سفر، نعم وايد ممتاز. اللاعب اللي هو لاعب نادي الكويت الخرقاوي، خالد الخرقاوي، نعم لاعب مميز. وفي لاعبين والله يعني محمد العمران لاعب مستقبل، دش بديل محمد شاب العمران لاعب مستقبل، ولد محمد بنيان لاعب ممتاز، عبد الله بنيان تقصد؟ اي نعم. بودي لاعب يعني مستوى وايد رائع، لكن للاسف يعاني من نزول مستوى، لازم يراجع نفسه. يعني عمر ترى هذا اللاعبين انا قاعد اتكلم يعني. لا انا قاعد حتى تابعتهم في المباريات السابقه يعني ما بين على قولتهم مد وجزر، وهذا شيء طبيعي طبعا خلص العمر هذا واضح. انا دام ذكرت احمد بودي، ترى معلومه احمد بودي المباراه الاخيره اللي لعبوها الوديه ضد عمان، واحده من الالتحامات صار له كسر في الاصبع الابهام، كسر والفريق بعد مو محظوظ ضيع كره صراحه، هذه كانت راح تغير عنصر اساسي. لا موجود، لكن يعني هو اللي يبي يلعب المباراه هذه رغم الكسر، فحط نفس الضبابه على ايده تمشي تادي الغرض ان شاء الله، وبعد البطوله ان شاء الله يقدر يعالج. فرغم الاصابه ترى احمد بودي قاعد يلعب. احنا فخورين فيهم ونقول لهم يعني شدوا حيلكم المباريات القادمه ان شاء الله، يعني تأهلون ان شاء الله. كابتن عبد الله الايوب، بما انك حارس مرمى نبي نعطيه حقه، كان متميز اليوم. عبد الله الايوب هو نجم المباراه، يعني خلينا نكون منصفين، عبد الله الايوب هو اللي يمكن طلع المباراه بهالمستوى هذه نتيجه 2-0، لو ما عبد الله الايوب يمكن تنتهي اكثر. خلينا نكون هم منصفين مع هالفريق، فريق ناشئ لما يمر عليه ثلاث مدربين خلال سنه وسبعة اشهر سنه وثمان اشهر، كراسكو اول شيء، بعدهم مسكهم محمد الفلتشاوي لمده 10 ايام، بعدين مسكهم محمد العزب، ثلاث مدربين. تخيل انت منتخب ناشئين يمر عليه ثلاث مدربين، فهذا خطا كبير. خلينا نكون منصفين مع هالفريق، يعني وبالذات يعني لما تشوف الفريق يمر عليه ثلاث مدربين، ما في تشوف استقرار فني او تكتيك واضح للفريق. مع احترامي للمدرب محمد العزب يعني له كل التقدير والاحترام، انا اتكلم عن عمل داخل الملعب. اليوم الفريق تنظيميا جدا سيء كان في الشق الدفاعي، بالشق الدفاعي دائما احنا نقول انت كمدرب اذا ما عندك الاسلحه او الادوات اللي تخدمك، مو انت مجبر تطبق التكتيك اللي انت تبيه. المفروض الشوط الاول يكون التنظيم الدفاعي جيد، يفترض حتى لو انت عندك شريط تواري اللاعبين، لعب المنتخب اللبناني مباراه وديه، هذه اقول يمكن اذا قدروا يحصلون مباراه وديه. يعني انا قاعد اشوف الرقابه كانت سيئه،
يعني يفترض انت بين الشوطين هم تقول حق اللاعبين هم في الشوط الثاني ما في رغابه قاعد طالع انت شوف اربع خمس لاعبين ضد لاعب واحد فهذا خطا كبير. نتمنى ان شاء الله محمد العزب انه يتلاشى في المباراه الثانيه. هذه الامور احنا ناصحين فيها يعني لا نكابر فيها، احنا كلنا مدربين حتى احنا الحين في الوقت الحالي انا خلصت انا كلاعب سابق ومدرب الحين في الوقت الحالي خلصت ليسن بالاسيويه توني امور تنظيميه تعلمت كثير. يعني احنا لما اتكلم الحين اتكلم لك نظره مدرب مو نظره شاب كلاعب لان احنا قاعد نشوف واقع داخل الملعب. صحيح. نتمنى تصحيحه. احنا ما نبي نكسر علم ترى على فكره هذول افضل اللاعبين للمستقبل 2006 2005 2007 دائما احنا ننظر لهم ان راح يكونون مستقبل الكره الكويتيه يجب المحافظه عليهم. الاتحاد السابق نقول خلاص راح حتى لو كان في اخطاء في امور الجاي ان شاء الله يكون افضل. نتمنى الجاي انه يكون افضل لهم ان شاء الله. انا كابتن وليد شهاب ذكر التنظيم الدفاعي، لو لاحظنا ترى بين الشوطين بدلوا الباك اليمين والباك الشمال تبديل اضطراري، اصابه الباك اليمين والباك الشمال بدخلوا اثنين في الشوط الثاني بدلا، ممكن هذا مأثر على الخط الخلفي بشكل عام؟ هو شوف ما راح يأثر، هو شوف لازم يكونوا بدلا حاضرين. انت اليوم في الاصابه ممكن تتوقع في اي دقيقه من المباراه يصاب لاعب، لابد ان البديل يكون جاهز الان من العمل. انت مثل ما قال ابو احمد تجهيز اللاعبين، تجهيز انت 22 لاعب للبطوله، انت ما تقول على لو تبدل انت اضطراري. يجب اليوم انت لما تعمل تنظيم دفاعي تعمل على الكل، على الثمان مدافعين او وجود ثمان مدافعين او الست او البدلاء اللي كانوا موجودين، ما يصير انت بتركز على اللاعب الاساسي وتهمل اللاعب الاحتياط في مثل هالظروف هذه. لذلك لما تقول لي التبديل اثر على ما اثر، ولكن مثل ما ذكروا الاخوان هو التنظيم كان سيء، اليوم الانتشار كان سيء. شوف الفرق ما بينه وبين المنتخب اللبناني بالانتشار وبالضغط العالي وبناء الهجمه. لو تشوف اليوم اجتهاد لاعبين باللعب الفردي، كان عندنا الصعوبه بالانتقال ما بعد استرجاع الكره بالحاله الدفاعيه الى الحاله الهجوميه بالانتقال، عندنا بطء مو طبيعي باستثناء الكره اللي شفناها هذه اللي ضربت العارضه الحمراء. تعال اجمالي للمباراه، حتى الهدوء كان غايب عن اللاعبين، الاستحواذ التمرير خلينا نقول نمتص حماس المنتخب اللبناني اللي تفوق علينا في الشوط الاول، فالامور هذه كلها كانت غايبه تكتيكيا. انا ما الوم محمد العزب، ولكن انا الوم اليوم الاتحاد بعدم وضع استراتيجيه ورزنامه السابقه لهذه البطولات. فاليوم الرزنامه هي مهمه للمشاركه في اي بطوله. انا هذا اعقب عليك كابتن، يوم كنت باللجنه الفنيه هل كان من ضمن يعني اختصاصاتكم هذا المنتخب، منتخب 2006؟ لا لا، للامانه كان اختصاص الاولمبي والاول. أيه. يعني ما كان هالامر هذا كان منصب على موضوع الناشئين. وأضيف على كلامك اللي طلعوا المعسكرات الاول والاولمبي. نعم. بالفتره السابقه وليس كان منتخب الناشئين. لما اقول لك الرزنامه اليوم، انت تعرف اليوم وقت الاختبارات متى تحضر اللاعبين حق هالبطولات، وقت الموسم متى تحضر اللاعبين وتبني مسابقاتك على مشاركاتك الخارجيه. فلذلك مثل ما قال الاخوان احنا دائما نقول الاعداد سيء، الاعداد ما يصير سيء الا شنو اذا فقدت الرزنامه السنويه بالمسابقات الرياضيه 13 مباراه. بنصار بزيد على كلامه بس دقيقه، تدري ان لما خلصوا امتحانات يفترض بالاتحاد السابق قبل الاتحاد الحالي يفترض انت مجهز للفريق هذا على طول، اول ما يخلص امتحانات ثاني يوم انا اطير فيه اطير فيه كمعسكر. إيه؟ الامتحانات تو خاصه ترى. إيه؟ عموما ترى هم من اسبوعين ترى لعبوا مباراه وديتين مفروض اوديه. نعم. تدري انت ابو نصار انت اهم اخبر، انت اكبر مني واخبر انا العين على قولتهم ما تعلى الحاج. اللاعب لما يروح معسكر جديته اكثر، نومه افضل، المعسكر راح يكون لاصلح، الاجواء راح تتغير عليه، راح يكون عنده حرص. هم ترى دشوا معسكر معسكر داخلي بالكويت، معسكر بالكويت ما ينفع والله العظيم. عشان شقتك ابو احمد اليوم انت الرزنامه تعفيك من كل الامور، انت اعدادك يعتمد على رزنامه مسابقات 13 مباراه ما يصير مو بس يا جماعه مو بس عدد المباريات. اليوم احنا نقول تفريق المنتخبات للمشاركات الخارجيه صح. انا قلت لك لو ما عندي رزنامه واضحه دروا يمكن صدفه انه بيشاركون قبل البطوله هي مو كانت صدفه، كان انه اشارك ولا ما اشارك هذا خطا الاتحاد السابق. هو انا شفت ترى في كل اتحاد قاعد يمر هالامر، احنا نتمنى مستقبلا. اليوم عندنا اليوم مستقبلا طاقتنا وعندنا 24 وعندنا 30 حق كاس العالم، اليوم حتى الاول يحتاج هذه الامور والمراحل السنيه تحتاج هذه الامور. واضح هذه امر مهم وملاحظه. الرزنامه هي اساس العمل. ملاحظه مهمه من الكابتن وليد نصار، الاتحاد الحالي من الحين احنا ننصح نحط الملاحظات، ترى المنتخب هذا عنده تصفيات اسيا 1-10 كاتدرون مو ما تدرون 1-10 عندهم اعداد حتى منتخب 19 لهذه التصفيات، منتخب 20 كذلك، منتخب 20 قبل ان انتقل حق بعواش، ترى الاستديو التحليلي للقناه الاردنيه ناقل المباراه
ذكر أن المنتخب اللبناني كان إعداده شهر قبل البطولة ومنتخب الكويت أسبوع قبل البطولة. شوف طبعاً شيء نقول هارد لك لإخواننا اللاعبين ما قصروا صراحة، يعني أدوا عليهم على ضوء المعطيات اللي كانت متاحة لهم. لكن اليوم إحنا قاعد نحط العذر للاعبين، أيضاً نحط العذر حق الجهاز الفني. أمانة شوف أنا يعني ولا هو دفاع عن أخوي العزب، لكن إحنا مثل ما يعني أبو أحمد يقول التنظيم الدفاع هذا زين، ترى هو الإعداد اليوم ترى حق المدرب وحق اللاعب، يعني مو بس الإعداد. يعني أنا اليوم ما يصير ألوم المدرب ولوم الجهاز الفني أقول والله اليوم في قصور في التنظيم، في قصور في التكتيك، في قصور. زين القصور أكيد المدرب ما يلام، اللاعبين مو متوفرين عنده. يعني لا يعني أوكي أنا المدرب بعد منه بعد الهواء، أكيد عندي لازم عندي لاعبين تعطيني إياهم مدة كافية أعدهم بعدين تحاسبني. اليوم احنا ما يصير نلوم الجهاز الفني، اوكي يمكن في سوء تنظيم دفاعي، لكن ما يلوم على الجهاز الفني صراحه، لان الجهاز الفني ما اخذ كفايته. يعني الجهاز الفني ترى حال اللاعبين، اسبوعين قبل البطوله لعبوا مبارتين وراح دش البطوله، فما يلوم. يعني شوف يعني انا قاعد اقول لك للامانه ولا هو قصورا يعني باقي الاخوان، لكن لو ترجع حق العزب ترى كنتائج مع الأولمبي مع كذا مع المرح سنة، ترى الريال محقق نتائج جيدة. يعني صحيح عرفت صحيح ساهم مع منتخب الشباب إيه يعني عرفت إيه. لكن اليوم إحنا هذه البطولة، شوف السمة اللي كانت واضحة على المنتخب اليوم في المباراة الاستعجال الفوضى وعدم اللعب على ملعب الثيل الصناعي، هذه نقطة بيك تذكرها. هذا الثلاث نقاط الحين خلي الدوري المحلي نلعب ثيل طبيعي إيه أثر عليهم. يعني طبعا شوف هاي الثلاث، يعني أنا من خلال متابعة المباراة اليوم اول شيء كان الاستعجال واضح اللاعبين، ثاني شيء الفوضى داخل الملعب ما في تنظيم، ثالث شيء انه مو عارف يلعبون على الملعب. صلح ابو عايش زين اي بس ما اعطيته الوقت ادري يعني لا شوطين مو كافي ابو عايش والله العظيم. فريق اول ما يقدر مدرب يصلح بين شوطين، بس اللاعب الصغير يسمع اكثر يسمع بس المدرب انا لا والله كل التقدير. انا قصدي لما توصل معلومة انت كمدرب لك كاريزما وطريقه معينه تعرف توصل معلومه للاعب. شنو بحمد انت بين الشوطين لما تشوف انت مثلا الخلل مو توصلها مشكله انه استمر. زين بحمد شنو قال لك انا مثلا ما قال لهم بس هذه امكانيه. لا انا قصدي انا ما اتخلى عن انا ماني داخل الاجتماع انا قاعد ابدي وجهه نظر فني انه لا زال خلل مستمر حتى في الشوطين. ان انت كمدرب مثلا انا ما ادري شو اللي صار داخل غرفه اللاعبين، يمكن المدرب مثل ما تفضل وعايش ان المدرب قال لهم وسو بس استمرت الأخطاء حتى بالشوط الثاني. هذا المقصد احنا ناصحين احنا مو منتقدين، احنا ناصحين للمدرب ان شاء الله تتعدل هذه الأخطاء. ترى كلام ابو عاشر صحيح اليوم محمد العزب لا يلام، وهو كان ضحية الأندية بالمسابقات الرياضية. انزين المسابقات ما خدمت للتدريب، فانت اليوم لما تقول لي فترة اسبوع انت تحتاج وقت طويل ومباريات كثيرة. يعني يا محمد العزب يوم دش في هذه البطولة في اعداد اسبوع، لا تنسى بالاسبوع هذا كان في اختبارات الثانويه وايضا الفاينل، وعدم التزام اللاعبين بالتدريبات. ايضا خلينا نتكلم الانديه ما استغنت عن لاعبينهم بفتره سابقه لعمل المدرب وبصم ووضوح بصمه. انتوا اتفقتوا ان اليوم نجح مع الاولمبي ونجح كمساعد، يمكن مع كمساعد ما كان كمدرب ما يخاف نجح بالامر انه خذ احتكاك وخذ فرصه وتعلم من مدربين اجانب. خلينا نتكلم ولكن اليوم عطى الوقت الكافي. اليوم اللي شوف انا قاعد اتكلم مو ادافع عن المدرب الوطني، ولكن اليوم اوضح الاسباب ان اليوم لابد ان دائما اشوف انا ركز على كلمه الرزنامه تعطي الحق للمدرب لاعداد فريق صحيح ولتعليم فريق خلينا نقول الاعتماد على خطط معينه في المباراه. ودايب ونصار شوف ترى امانه هاي شجاعه منه، ترى شجاعه من العزب انه قبل المهمه بهذه الفتره القصيره هذه تحسب له مو عليه. اليوم ترى في مدربين ولهم ما يرضى يسلم فريق في هالمدة، يقول لك هذا بالنهاية بيرجع حق سيفي أنا إذا لا سمح الله طلع المنتخب أو انهزم هزائم ثقيلة بتعود عليه. فاليوم هاي شجاعة منه إنه يسلم الفريق، وإحنا لا نحط والله نقول نحط عذر حق اللاعبين وننسى المدرب والجهاز الفني، ما يصير ترى هم من مركب واحد. أنا قبل أروح للفاصل نقطة الثيل الصناعي اللي ذكرها كابتن أحمد موسى، يعني لو كان الاتحاد الكويتي يعلم بأن البطولة ستقام على ملاعب ثيل صناعي كان الأجدر ان يعسكر هذا المنتخب العشر ايام هذه في الملعب ثير صناعي عشان يتعود على الارضيه. اذا كنتوا تدرون هذه صراحه خلاص مشكله، لكن خلاص لو ما يدرون ممكن نعذرهم. كاس اسيا ونقول ما يعلم كاس اسيا لا انت لا ما البطوله هذه غير احنا آسيا احنا حتى على ايام القدامه ما في واحد يطلع يروح يشوف مثل الفندق والملاعب المفروض ترى هذا موجود شلون ما يعلم يعني إذا يعلمون إذا يعلم
اذا يعلم انه حشي صناعي وما حاول انه يغلم اللاعبين هاي مشكله اكبر. صح يعني اتوقع يعني حتى عزك الله والمشاهدين لابسين نفسه حذاء اللاعب يمكن يختلف. الرجال جايب الثيل مال الثيل الطبيعي الحين راح ثيل صناعي يمكن كان جايب بوتين، فاذا كانوا يدرون هذه مصيبه، لكن لو ما كانوا يدرون لقصور في بطوله غرب اسيا وهم ما سالوا فالعذر قد يكون مقبول. لا هذه مصيبه اكبر هذه. نروح الفاصل نرجع نتكلم المصيبه. فيكم مشاهدينا من جديد وبانتظار مداخلاتكم واتصالاتكم بعد ما بتكلم عن نقطة حصلت لمنتخب الكويت للناشئين اللي هي الإعداد البدني. شوف الإخوان كلهم تكلموا الإعداد مو زين. لو تلاحظون منتخب الكويت في الشوط الأول يعني ثلاث مرات شد عضلي، ثلاث مرات ما يكمل اللاعب، شوف يطيح اللاعب شد عضلي. لاحظ الدقيقة 17 الشوط الأول، دقيقة 18 هذه الشوط الأول، كذلك بعده يمكن الدقيقة 26 يطيح شد عضلي. لاعب ما يكمل دقيقة طلع ورد اللاعب. لاعب ما يقدر يكمل. في لقطة ثالثة. بعد هاي من أسباب الملعب. بقولك بعواش، في لقطة ثالثة مع نهاية الشوط اللاعب طالع شد عضلي. بداية السنتر المباراة مهدي الحمر لو تشوف طريقته في السنتر كان تعبان، بداية شوط ثاني كان طريقته طريقة التعبان قبل السنتر بدقيقة قبل بداية الشوط الثاني. ومهدي الحمر من نجوم يعني الموسم الكروي من الهدافين، فلاعب نجم في دورينا ما يقدر يعني يركض في هذه المباريات، فواضح ان دورينا مثل ما ذكروا الاخوان تنافسيا ضعيف جدا وفتره الاعداد جدا ضعيفه. انا اذا احد يبي يذكر نقطه اللياقه البدنيه واضحه اللقطتين دقيقه 17 ودقيقه 26 الشوط الاول شد عضلي ابو احمد تفضل. وهذا قلت لك يدل ان اللياقه البدنيه عندنا ضعيفه، يعني كنا نحتاج يعني تمارين مكثفه اكثر، بالذات انت تلعب بطوله على قاره اسيا يعني الدوري المحلي يكون الرتم ابطا اسهل، اما انت تشارك بطوله مثل بطوله كاس اسيا حتى لو انت عندك ظروف الدنيا لازم تكثف من اللياقه البدنيه. دائما احنا انا بتكلم عن احنا كلاعبين سابقين كنا شو يسوون بالمنتخب، يوديك شغله تحس انه من ترد النادي انت جاهز 100% لان الرتم راح يكون عالي فيكثف عليك اللياقه البدنيه. فنتمنى على الاقل المباريات الجايه ان شاء الله المنتخب يقدم افضل ريكفري، يكون افضل للاعبين لان الريكفري مهم بالذات بعد المباراه. صحيح. بالذات اذا كان الاعداد البدني مو على المستوى اللي احنا شفناه. بعواش كلمه الريكفري مهمه، يعني يمكن انتم اللعيبه انتم كابتن وليد نصار ممكن تفيدونا فيها. المباراة تلعب مثلا أربعة جمعة أحد يوم ترك، وشفناهم في المظهر هذا البدني تعابة بدنية مو قادرين. شوف شنو الحل الحين؟ نبي حلول، ما نبي انتقادات وأسباب. أول شيء بهالوضع ما في حلول، بس الريكفري بس الثلج. شوف يعني احنا بالكويت على مستوى الفريق الأول مو على مستوى حتى من الفريق الأول وانت نازل ما فينا ما حيقدر يلعب بطولة مجمعة، صعب عندنا بالكويت صعب مو الحين من زمان. ليش؟ لان احنا اساسا مده التمرين مالتنا ضئيله جدا والوقت مالها يمكن الاخوان هنا يدرون يعني احنا باليوم ترى ساعتين لكن التمرين الفعلي هو 50 دقيقه 40 50 دقيقه فقط، عرفت؟ فلما نيجي مثل البطولات هذه اللي هي تلعب كل يوم وترك او يومين وترك ما تقدر الريكفري يصير بطيء عندك لان انت نسبه اللياقه عندك ضعيفه. فاحنا دائما نلاحظ البطولات اللي فيها تجمع دائما عندنا رتم في نزول يعني عرفت من الصعب انك انت تقدر تلحق مع وذكرت انت الارضيه. هل طبعا الارضيه طبعا الارضيه هذه واحده من اسباب الشد العضلي الارضيه. شوف احنا يمكن ما زلنا يمكن مع الاخوان نلعب في ملاعب الثقيل الصناعي هنا بالكويت، ملعب ثقيل يعني مو نفس العشب، ملعب ركضته ابطا حركته ابطا يعني سبحان الله احنا مو متعودين عليه. يعني احنا دائما بالكويت كنا قبل نلعب بتراب وبعدين ثيل صناعي ثيل طبيعي، ما تعودنا الا في السنوات الاخيره على هذا الملاعب ثيل العشب الصناعي فما نقدر عرفت. وهذه لازم طبعا على مستوى المراحل السنيه لابد انهم
على خل مبارياتهم على الثيل مثلا، يعني يصير مثلا ميكس مباريات على الصناعي مباريات على الطبيعي اساس يتعود بالضبط، وزيد عدد المباريات. هو شوف اهم شيء احنا كلنا راح نفتر وراح نتفق على نقطه واحده اللي هي عدد مباريات الدوري بالنسبه للمراحل السنيه، عدد غير كافي وغير مجدي، وبالاضافه الى التنافس ان احتكار اللاعبين قاعد يضعف التنافس. جاوبنا استاذ، انا بقول على موضوع المباريات، يعني انا تفاجات السنه حضرت مباراه القادسيه والكويت اول مباراه بالدوري حق هالمرحله السنيه، انتهت فوز الكويت 2-1 اول مباراه في الدوري. طيب فشفت لاعبين القادسيه وايد متضايقين والجمهور وايد متضايق واولياء الامور وايد متضايقين، فقلت لهم شنو شو السبب يعني اول مباراه بالدوري؟ قالوا خلص الدوري خلاص خلاص، الكويت راح يفوز بكل مباريات، القادسيه راح يفوز بكل مبارياته وراح تنتهي مثل ما قال ابو عائشه، ما انت تلعب 13 مباراه، العب قسمين او يقدر يلعب اعتقد 90 ساعه بنصار تقريبا 90 ساعة. احنا ما قلنا لك ما كان يلعبون شيء، مفروض 90 ساعه، يعني 90 ساعه هذا بتلقاه نجم سوبر، انت شلون تعطي 12 او 13 مباراه؟ يفترض اللاعب الناشئ يطبق 90 على الاقل 90 ساعه. ابو نصار من ضمن الحلول للشد العضلي نفس النقطه، هل التدوير الحين قلنا الريكفري فينا التدوير يعني ممكن يبدل يدش المباراه الجايه ب 11؟ انا هذا اللي قلت لك سامي، قلت تغير باكين اثنين. أيه؟ يفترض ان اليوم انت تعد البطولات المجمعه ال 22 لاعب جاهزين حق المباريات، الريكفري انت محتاجه، ولكن لما انت الروتيشن او التدوير ما بين اللاعبين في المباراه وتغيير اللاعبين لازم الكل حاضر بمستوى واحد، هذا مطلوب حق هذا مطلوب يعني. من خلال قله عدد المباريات. بس في نقطه مهمه غايبه عن الكل، اليوم انت تحتاج المعد البدني في الانديه بالمراحل السنيه، انت حطيت هالمسمى وهمي فرضت على الانديه وطلعت لكارنيه وهو ما في معد بدني حق المراحل السنيه. الان الاعداد هذا في قله عدد المباريات، وقلت لك انا يمكن انا ما لوم اللاعبين الاخوان اللي شاركوا في مباراه اليوم، ولكن خلينا نتكلم عن مخرجات الانديه حق الاتحادات والمنتخبات شنو هي. فانت اليوم الاتحاد يفترض انه عنده لاعب يجي له جاهز من الانديه مخرجات الانديه، ولو على المدرب المنتخب ان يشكل او يوظف اللاعبين من خلال الاختيارات. صحيح. ما نقط اللوم على اي مدرب يتولى المراحل السنيه او الاولمبي او الاول، ولكن لازم ارجع حق الانديه بمخرجاتها اللاعبين اللي يفيدون الكره الكويتيه. وقلت لك يمكن انتم قاعد تتكلمون عن الشد العضلي، احنا نقول وين دور المعد البدني بالانديه بالمراحل السنيه. قله عدد المباريات طبعا اليوم في وجود منافس وعدد المباريات راح يرفع معدل اللياقه البدنيه في وجود منافسين، ولكن خلينا نعوض هذا الشيء في المعد البدني. فرضنا او الاخوان في لجنه المدربين او لجنه التطوير في ذاك الوقت وفرضوا المعد البدني على المراحل السنيه، ولكن الانديه ما التزمت. في انديه ما بظن كل الانديه، في انديه التزمت بهذا الامر، في انديه ما التزمت بهذا الامر. اليوم احنا خلينا نقول الرقابه من قبل لجنه التطوير على الانديه، اليوم لازم اروح انا حاضر، اليوم مو بس انا بيبهم ورش بالاتحاد وحاضر عليهم، لا انا اروح اليوم ميدانيا اشوف الانديه قاعد تطبق هذا الامر ولا ما تطبق. اليوم اذا ما تطبق احاسب النادي. شلون متحاسب ابو نصر؟ ما يصدر لك كرنيه يعني ولا شو؟ ما يصدر، مو بس ما يصدر كرنيه، انا امنع حتى من المشاركات. اليوم انا قلت لك على مخرجات الانديه، انا اللاعب اللي بختارهم حق المنتخبات من قبل الانديه، اذا هو اللاعب ما ياني جاهز. انا اليوم مثل هذا الظرف الان قبل البطوله باسبوع واللاعب مو موعد بدنيا، اللوم على منه؟ على مدرب المنتخب الحالي او على الجهاز الفني او الاداره بالمنتخب اللي موجود. فنقول دائما احنا نحط اللوم على قصر الاعداد. طيب خلينا في قصر الاعداد، ولكن عطني النادي اللي عوضني بهذا. بس بنصار كان يعني ايامكم في معد بدني بالمراحل السنيه؟ لا لا عند عمر كم؟ لا لا بس عفوا طورت الكره اليوم لا تقارن. يعني قبل ما كان في؟ مو بس كذي، اليوم انت ترجع حق المدربين اللي بالسابق كانوا المجريين، كانوا تقصد الهيد كوتش نفسه كان يعطي بدني؟ كان يعطي بدني. الان لا كان في الان صار في قبل كان مدرب وساع مدرب وساع المدرب هو هذا على منتخب. لا هذا على المنتخب الاول كلام ابو عائشه سليم وصحيح، لكن تكلم عن المراحل السنيه. ايوه لا انت تحتاج هذا الامر. فقلت لك انا اليوم مو كل المدربين ملمين باللياقه البدنيه، ممكن يكون هو مدرب فني داخل الملعب ولكن هو مو معد بدني. مع العلم الدورات السابقه كان المدرب لما يدش دوره ياخذ يعني خلينا نقول دور الفني ودور المعد البدني. فالان صار في تخصص للمعد البدني بهذا العمل. صار الدكتور طارق البناي، انا شفت له تغريده في تويتر، الامانه صراحه رجل من افضل المدربين انا اشوفه حاليا على مستوى الكويت وككويتي.
عنده رؤية، عنده يعني إحصائيات، قاعد يحط إحصائيات اللياقة البدنية لجميع الفرق. يا أخي أنا مثلاً الحين كاتحاد حال، يا أخي استشيره على الأقل، عنده فكرة، عنده هو ملم بهالأمر، أشوف استشيره ياخذني في نصيحته. وهو الرجل ليش درس؟ وهو كفاءة كويتي، يعني من الناس اللي راح درب منتخب سوريا، منتخب تجربة أخيرة يعني في سوريا. الرجل كفاءة، محتاجة أنا يا أخي استشيره، يبقى لا تعيني، يبقى استشيره. إذا عنده فكرة، عنده فكرة مستقبلية، مو احنا قاعد نطور الرياضة، مو احنا بنطور الأمور هذه فنية، لازم نستشير. احنا ابو احمد احنا لما نتكلم عن الكفاءات دائما بعيدة عن المجال. انت اليوم استقطب الكفاءات مثل ما تفضلت، استقطب الكفاءات واستفيد منهم ميدانيا. ليش انا اليوم مثل ابو حمد الكابتن طارق يعني اعطاك فيسيولوجي عن كل شيء باللياقة البدنية ومحاضر دولي، وليش انا ليش ما استعين فيه انا بالاتحاد على الاقل؟ اليوم قلت لك الخبرات انت محتاجها، خاصه بالوقت الحالي مع التطور اللي انت قاعد تسعى له والاستراتيجيه اللي بتوضعها الاتحاد، اللي بيضعها الاتحاد الكويتي لكره القدم لرؤيه 26 و30، فانت تحتاج لكفاءات بالوقت الحالي. ابو عمر اليوم يعني يمكن شفت انا التبديل الاخير لمنتخب الكويت، والله انا لاعب مميز، لاعب نادي كاظم، انا معجب بهذا اللاعب ومهاراته، الرجدان لاعب وسط، نزل دقيقة 90، المخرج حط الكاميرا عليه من قريب. لا يبقونه يا معون. يعني كان جنبه لاعب لبناني، في فرق، يعني شوف اللاعب اللبناني اللي جنبك ما يقولك أفريقي. البنية رجل جدا ضعيف. يعني هذا نفس الكلام اللي يقوله بنصار، الشغل هذا لازم يبدأ من الأندية بالاختيار والإعداد البدني. للأسف إحنا لو يعني خلينا نكون صريحين، اللي يشتغلون في المراحل السنية يمكن الأندية محدودة على أصابع اليد الواحدة، ناديين أو ثلاث. فالمخرجات راح تكون كذي. انت تختار لاعبين حتى لو كان مريته الجسمانيه مو قويه لازم تشتغل عليه. اما تلعبه 13 مباراه واخر مباراه بشهر 3 وتجي الحين تحطه في وجه المدفع تقول له تعال قدم، اكيد ما راح يعطي، اكيد على قد ما يقدر ما راح يعني يقصر، لكنه ما راح يقدر يعطي. يعني هي فروقات فرديه، لازم يكون وراها شغل واعداد وتجهيز. ابو عمر يتكلم عن الانديه الثانيه، ترى حتى المنتخب اللي لعب اليوم اغلب عناصره ابو احمد يمكن متابع من الانديه القادسيه والعربي والكويت. الجولتي العربي، قلوبات الدفاع اثنين هم ملوت القادسيه، راس الحربه اثنين المهاجمين ملوت الكويت، النص متشكل بين العربي والقادسيه دش بديل وكاظم دش. فدائما الانديه اصغر لاعب يلعب باسبانيا بيريال. نعم هذا اللاعب اللي انسحب الشوط الثاني، وكان اصلا اللاعب اللي لعب فيريال هو لاعب نادي الكويت، خاض تجربه في فيريال، هو يوسف اليعقوب. طبعا ما اتكلم عن العنبري، عنبري ما التحق وياهم. فهذه يمكن قبل ما كنا نشوفها منتخبات كانت اللعيبه المميزه تتوزع على الانديه في المنتخب من اكثر من نادي. حاليا لان الانديه الكبيره محتكره اللاعبين المميزين، نشوف المنتخب من ثلاث انديه. شوف طبعا هذه طامه كبرى، هذه واحده من الكوارث بالكره الكويتيه، ان اللي تفضلت ذكرته مو الاحتكار، اللي هو احنا ما لهم الانديه الكبيره، انا ما لهم القادسيه ولا الكويت ولا العربي ولا ما لهم، هلهم الانديه الصغيره اللي قاعد تفرط بلاعبينهم. الله عليك، عرفت؟ هذيل المصيبه فيهم. انا اليوم كنادي، انا ابي اطور نادي وابي الافضل حق نادي، ولما اشوف خلف لاعب زين اروح زين النادي ليش يفرط فيه؟ يعطونه مجلس اداره، انا اعطيه مبلغ. يعني شوف احنا في 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 زمن، في زمن ما انا قايل لك بعد زمن بنصر وقتي انا منتخبنا من الساحل، من الفيحيل، من صيبخات، كان وقتها الله يذكره بالخير نهير، كان من صيبخات، عبد العزيز تضامن، عبد العزيز نسيت اسمه، العنيز عبد العزيز، لاعب الصيبخات، مدافع صيبخات اللي راح الكويت. زين مبارك عبد العزيز زين، خالد نصار وايد لاعبين، علي المري الله يذكره بالخير لاعب الفيحيل مهاجم، كان في مزيج من كل الانديه، كنا 24 لاعب من كل نادي تلاقي لك لازم اثنين على الاقل. لكن اليوم منتخب كامل بس، طبعا هذا تقيسه مو بس هالمرحله، على كل المراحل. هذه الكارثه وين سببها؟ الانديه الصغيره اللي قاعد تفرط باللاعبين. فاليوم احنا لا نلوم ضعف المخرجات ولا نلوم ضعف المنافسه عندنا، احنا ما عندنا تنافس على المراحل السنيه. بالضبط. ابو عمر تقول غير مؤتمنين، يمكن يقول لك ولي الامر ضغط علينا، يبا الكويت يبي دفع له مبلغ كبير، انا ابي مصلحه الولد. لا والله ما يبون مصلحه الولد، تبي الصدق اللي قاعد نشوفه واحنا قراب المراحل السنيه، ما يبون مصلحه، يبون مصلحتهم هم. يا رجل يعرضون لاعبينهم، مو النادي، يعني مثل مو نادي القادسيه، عشان امون على نادي القادسيه، مو نادي القادسيه يقول والله انا عندي في النادي الفلاني عندي في لاعب اروح اشوفه، لا
مشرف الفريق في اللاعب يقول ترى عندي لاعب زين تعالوا شوفوه. شوف لأي درجة يعني يسوق لاعبه وهو نادي مو أكاديمية. أنا بقول لك أتمنى ما تحدي أقول لك النادي. في أيضا في المراحل الفريق هذا وايد أحبه فريق القادسية في المرحلة أتابعه وايد. فكان في لاعب في أحد الأندية لاعب موهوب يعني لاعب بالنص موهوب. فكان في مباراة ضد القادسية أذى القادسية بشكل كبير جدا. فسألت واحد من الأمور قلت هاللاعب هذا شو اسمه؟ فقال لي شوف انطر على هاللاعب. مهاجم جهرة؟ بالضبط لاعب نادي الجهرة. وسط لاعب وسط. عرفت نعم. زين فقال القسم الثاني أو السلام راح تلاقي بالجهرة. طيب أنت يا مجلس نادي الجهرة ليش ما تنسكت فيه؟ تقصد لاعب الوسط مواليد 2006؟ المرحلة هذه؟ أنت يا نادي الجهرة ما يهمك إنه باكر تنافس؟ ما يهمك إنه باكر طبعا مو بس نادي الجهرة كل الأندية. مثال. ما يهمك إنه باكر تنافس القادسية وتنافس العربي وتنافس السالمية. يعني ليش هذا الفكر ومو اليوم وامس طول العمر ان في يعني يحاولون يتقربون حق المسؤولين بلاعبينهم. صحيح ان اللاعب يعني شيء طبيعي ان اللاعب يبحث عن مصلحته ولي الامر يبحث عن مصلحته. انت كنادي اذا عندك هذا الفكر لازم عندك فكر ثاني ان اليوم انا اطلع خلف مثلا لاعب متميز لازم يكون عندي شاب ايضا بديل اشتغل عليه. ما يصير أنا أطلع خلف لاعب متميز وخلي الفريق فاضي وهذا اللي قاعد يحصل. إحنا نتكلم حتى شوف ذكر الجهرة وأحمد أشوفك تهز براسك زعلان. أنا أقول لك السالمية الحين مو من الأندية اللي تعتبر مو من الأندية في لها بطولات من الأندية الكبيرة. صح. أنا يعني ما شفت لاعب من ضمن 11 من نادي السالمية. السالمية يعتبر كبير. ما عند مراحل سنية مو زينية السالمية. للأسف هذا شيء يعني احنا نتمنى بس هم طلعوا يمكن الجيل مال مبارك الفنيني وحمد القلاف وهويدي وفواز عايض الخمسة اللي صعدوا فريق أول بعدها ما قاعد نشوف حق لاعبين مميزين في المراحل السنية لنادي السالمية. احنا العتب على بعض الأندية. يعني انت الحين عندك لاعب مميز ما تبي تنافس ما تبي تبني قاعدة حق المستقبل انت مو قاعد تتعب على هاللاعب. انزين خلي الأمور الشخصية اللي بينك وانت حاول انك توصل لها وتسعى لها. يا اخي على الاقل انت تكون عندك قارية. انت ما اشتغلت حق النادي هذا لان عندك قارية وتحب هالنادي. يا اخي اعمل مصلحه النادي لا تنظر للمصلحه الشخصيه. اكثر الامور اللي قاعد تصير الحين مصالح شخصيه. في امر للاسف يا جماعه في امر مهم ان اليوم الانديه مثل ما ذكر ابو عائشه اليوم ممكن لاعب اعتزل بوقت قصير بيمسك مراحل سنيه. صح هم صح ضربتوا مثال مساء وقال ابو عائشه ان اللي قبل في جيلهم المنتخب من ال14 نادي عاد ابو عائشه هذا كلامك. تعال حق ال14 نادي شنو كانوا الانديه المتقدمه والانديه المتاخره بالمراحل السنه في تنافس ما بينهم على الصداره وعلى خلينا نقول الوصافه وعلى خلينا نقول من ثلاث الاوائل كان الكل يتنافس. فعشان كذي تلقى مجموعه لاعبين كان يعتمد على مدربين اجانب كان يعتمد على مدربين وافدين وخاصه في انديه متاخره عندنا بالمنطقه العاشره كان يعني خلينا نقول من خيره المدربين بالتاسيس وقدوا الكره الكويتيه. فاليوم انا ما ابي ابخص حق حتى المدرب الوطني ولكن اليوم انت خلق دوره خل عندك احتكاك بالتاسيس وفي تطبيق المهاره عشان تعطيني انت مخرجاتك. فلذلك انا قاعد نقول الجيل تكلم عنه احمد اللاعبين اللي كانوا بالمنتخب ثق تماما كانت انديه منافسه كلهم اليوم ما تدري من بياخذ الفحيل ما تدري من بياخذ كان ينافس خيطان ما تدري من بياخذ الدوري في منافسه ما بين الانديه. فعشان كذا انت تشوف لما تشوف المراحل السنيه وفيها لها حلول عشان اليوم عشان اخلي اقتل العزوف بالانتقام من نادي الى نادي قلت لك عشان اذا انا باسس واعد منتخبات وفرق بالانديه يجب ان الغي نقاط التفوق بالمراحل السنيه. صحيح. اعطي مجال للمدربين للعمل وللتاسيس ولكن اليوم اذا انا بعطيه بطوله تنافسيه شو بيفكر فيه؟ بيفكر انه يفوز بهالبطوله عشان يجدد عقده ما راح يعطيني لاعبين. عشان انت قاعد تشوف الانديه في الفروقات الفرديه اللاعب يطلع من ناديه يروح للمادي لنادي كبير وياخذ بطولات مع العلم لما ينتقل حق النادي الكبير ترى من النوادر انه يلعب بالانديه ما يلعب. فانت قتلت طموحه وشفنا يمكن قالبيه لاعبي المنتخب الاولمبي شوف لاعبي المنتخب الاولمبي ترى ولا واحد شارك المنتخب الاول يمكن ما بيظلم يمكن من ثلاث الاربع لاعبين من اصل 30 لاعب اللي شاركوا بالمسابقات للاسف ان المنتخب هذا كان يفترض انه ينافس يمكن حتى يوصل النهائي يمكن حتى يوصل النهائي وهو المنتخب الوحيد ترى الغلب السعوديه. انا بتكلم عن المنتخب هو اللي غلب السعوديه. انت ظلمت المنتخب خذيت لاعبينه للاسف انه ما شاركوا في العناصر. ارجع حق الادارات اذا تذكرون بالسابق ارجع حق الادارات من الصعب ان تفرط باي لاعب صح
الان من هو محسوب انتخابيا؟ حد لاعب حق النادي هذا 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 التكتل والاحتكار اللي تكلمنا عنه. لازم الشعور هذا قلت لك انا اليوم انت ما لقيت نقاط كاس التفوق راح تحيد من مشكلة الانتقال اللاعبين والظلم اللي قاعد يحوش لاعب على لاعب. احد الاخوان ارسل لي على نفس موضوعنا ان السالمية ما في ولا لاعب من ال11 الاساسيين، يقول خلاص شنو مركزه السالمية؟ ارسل لي ان السالمية في هذا الدوري في هذه المواليد مواليد 2006 هو مركزه قبل الاخير، يعني ما تحت الا الساحة. فكلام وليد نصار والمحللين صحيح، ما في تنافس يخلي في لاعب ممكن يكون مميز ويدش من ضمن ال11. معقولة السالمية جاسم ومروي وبشار وخضري والمرطة وإلى آخره، الحين ما في ولا لاعب من ضمن ال11 يكون مميز يلعب. أنا طبعا هذا السالمية مجرد مثال لأن نادي كبير وما نرضى عليه، لأن الإخوان ذكروا الجاهرة قبل شوي، يعني معقولة؟ النقطة اللي ذكرها بعمر قبل شوي على موضوع مباراة الكويت وغاسية، يمكن أنا قبل كورونا كان عندي برنامج أجيالنا مدة 5 سنين كنت أتابع نحل المراحل السنية، مثل ما تفضل بعمر مراحل سنية ها تكلم 15 17 19 الدوري منحصر بين الكويت والغاسية. أنا هذا البرنامج مدة 5 سنين متابع عن كثب وقريب، يعني عرفت؟ تخيل إن إحنا كنا بس المباريات التنافسية الوحيدة في الموسم هي الكويت والغاسية في كل المراحل، في كل المراحل تكلم عن كل المراحل وكانت يعني العرب دخل في تالي إيه، لكن مدة 5 سنين وما قبل، يعني ها ان بس مباريات اللي تحدد مصير من البطل ومن الوصيف هذه المباريات، فهذه كارثه، هذه كارثه، وهاي كارثه. طبعا نرجع ونقول سببها الانديه الصغيره. نعم. لان قاعد تفرط بلاعبينها، سببها الانديه الصغيره، قاعد يقولها ابو عواش وكل قالها، لكن حتى على المنتخب، على مستوى المنتخب الاول ها. نعم. في السابق ترى منتخب الكويت من ايام الجيل الذهبي كان يضم كل العناصر، لو لاعب واحد من التضامن، لاعب من الجاهره، لاعب. اليوم انت حتى على مستوى المنتخب ما عندك لاعبين من الفرق هذه او من الانديه هذه. سبب الاحتكار هذا الانديه الصغيره مثل ما قالوا الاخوان، الانديه الكبيره بتدفع فلوس بتاخذ بالتنافس بين القادسيه والعربي والكويت، لكن العتب على الاخوان في اتحاد الكره المنظمين لهذا الدوري. انت تقدر تصحح هذا الامر شلون؟ لا ما بنظام لائحه وتقول لاعب الصغير ما ينتقل الى الفريق الاول، يمكن صعبه عليكم، يمكن الانديه ما راح تقبل بهذا الامر. يا اخي قلل قائمه النادي، النادي مثلا ليش يسجل 30 ولا 40 لاعب محتكرهم؟ 11 يلعبون، انت عندك 13 مباراه، كم واحد بيلعب؟ 11 يلعب مع 3 4 بدله، وصل 15 لاعب في الموسم قاعد يلعب، زين 15 الباقي ما طقوا كره. لما تقلل القائمه هذول المميزين بيطلعون من كاظم العربي والكويت وغاسية بينتقلون لاعب، ترى وصلوا 40 و 30 طول عمرها 25 لاعب ايامكم الحين 30. للاسف هي 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 هي, هي شكلت وغيرت على حسب معطيات الموجوده. للأسف. يعني في سنوات هالسنه تحت 12 14 16 بعدين 13 15 7 على حسب ليه ما، وفي سنه سووا رديف بس عشان اللاعبين لا يطلعون. للأسف. عشان اللاعبين لا يطلعون، سمعنا اخر شيء راحوا اللاعبين عشان مصلحه الانديه هذه. سمعنا ان في رؤيتك هذه هذا دوري الرديف مره ثانيه، هاي مشكله كبيره اكبر. لا يعني مشكله اكبر والله، شلون ترد الدوري الرديف؟ ترى ما له داعي دوري الرديف، راح انت تحت 20 او تحت 21. احنا سمعنا بهذا الكلام بحمد، سمعنا لكن لو صار بنتكلم في حلقات. هذه رساله، ترى احنا لاعبين ورياضيين نفهم، ترى يا جماعه ما يصير ارد دوري الرديف ارهق الفريق الاول. عفوا لازم فريق 20 او 21 على حسب الرزنامه، مثل ما قالوا الجماعه عندك شنو الرزنامه، شنو مشاركاتك؟ منتخب اولمبي، منتخب 20 انا ماني متفاهم. هو عشان منتخب الاولمبي بيحط رديف، بس اخرت على الفاصل بنصار تبي بعد الفاصل تختصر ولا مطول؟ لا على السريع يلا. المسابقات افترض اليوم ترقي مرحله ال 20 سنه، خليها 18 على طول اول، تقليص اللاعبين انا اتفق وياك بهذا الامر، ولكن انت اليوم خلينا نقول المرحله المنتهيه عندنا مرحله 20 سنه اللي هي مرحله جامعيه وسفر خارج صحيح. البلاد، فتلقى اليوم في نادي عنده مرحله 20 سنه، في اربع عندي عندهم 20 سنه، البقيه ما عندهم حتى 10 لاعبين داخل الملعب. قلص فلذا مو اغلص القي مرحله 20 سنه هي مرحله سفر وجامعات خارجيه صحيح. من 18 الى اول اعطيت انا هالمجال هذا النش اللي يصعد خاص من 18 ما لعب فريق اول، هذا فهو مو نفسه لا يعرف. لما تجيني حق الرديف، لما تجيني حق الرديف اللاعب الفريق الاول تقول لاعب رديف، ما راح يلعب رديف صح، لان اول شيء بلا هدف بلا نقاط بلا مكافاه. وانت جربت وانا قاعد اقول انت موجود، انا يفترض ان انتم تعبتوا نفسيا. هذا جيل مقتول بس لانه راح يسافر بيدرس. قلت لك انا في انديه معينه عندها تحت 20 سنه وبقيه العشر الانديه ما عندها العشر لاعبين، وهذا واقع. وعلى اتحاد الكره ان يهتم في هذه النقطه، وسمعنا رؤيه الشاهين تهتم في المراحل السنيه امام تحدي كبير في تطوير المراحل السنيه عشان تكون مخرجاتها
مخرجات جيدة. هذا ترى اللي قاله ابو نصر هذا ابو 18 هو عارف يبي يروح حق دراسته ولا بيروح حق الكرة، هو عارف يبين وياه يبين وياه. اي عرفت. نروح حق فاصل ونرجع لكم. فيكم مشاهدينا من جديد. قبل لا نطوي صفحة منتخب الكويت للناشئين خسارته أمام لبنان، نبي نروح حق الحالة التحكيمية أو حالتين تحكيمية صارت في هذه المباراة، لو يعرضونها الأخوان نتكلم عنها. وبسأل أبو عمر، البنالتي اللي حصل رأيك فيه، هل هو بنالتي ولا لا؟ لمست اليد على لاعب منتخب الكويت. احنا نسمع مصطلح تكبير الجسم. ما أشوف فيها تكبير جسم، بس لا والله أنا أشوف أنها شوف يعني ما فيها تكبير جسم. شاب كنكوني بنالتي ولا لا؟ تكبير بس خارج يعني خارج الوضع الطبيعي. وخارج الوضع الطبيعي مثل ما تفضل. يعني بنالتي ولا لا رايك؟ تعتبر بلنتي. بنالتي. اي القانون الجديد هذا تعتبر بلنتي. لا انا اشوفها انه مو بلنتي، لان شوف اليوم الايد مو طالعه خارج الجسم الا ما بعد الضرب مع اللعبه، الايد طلعت مع ضرب الكره باليد طلعت الايد. ولكن شوف بالجري، شوف ايد اللاعب وين، شوف لما تضرب الكره شوف ايده طلعت مع ضربه الكره. يعني ما كان مكبر الجسم بالايد. هذه وجهة نظر، طبعا لو يمكن يدش علينا المحلل التحكيمي راح يفيدنا اكثر بهذه المعلومه. كابتن احمد موسى، انا اشوف انا مع ابو نصر، اشوفها ما فيها بنالتي، كره عاديه وفي غرب مسافه بين اللاعب والمنافس وشات الكره تسديده بعد مو شوف تسديده جات الكره وايده مثل ما قال ابو نصر، ايده يعني ايده كانت داخل جسمه على مستوى الجسم، ترى ايده طلعت لما حاشتها الكره طلعت برا. عرفت؟ انا اشوفها انت ليش قلت انا بنالتي؟ لان كم مره مش العسعوسي يطلع يقول عن ضربات الجزاء اللي نفس هذه، ف يشوف في حكم ما يحسب، ف قانون جديد تغير على قولتهم وهذا، ف هي خارج يعني تشوف الايد كأنه خارج مع بعض ضرب الكره. انا اعتقد يمكن لو يدخل عين المحلل التحكيمي اذا في مداخله اي افضل لنا، لان هذا على كلام اذا كذي على كلام مثل ما سمعته من مشعل اشوفها بلنتي. احنا الاخوان مشعل العسوسي حميد احمد وجميع الخبراء التحكيميه يتابعونا دائما، اعطونا رايكم، هل هذه ركله جزاء؟ هل يعني تحتسب ولا لا تحتسب؟ بنروح حق اللقطه الثانيه، الحاله الثانيه من نفس اللقطه، حصل ركله الجزاء، الجولتي عبد الله اليوب البطل تصدى للبنالتي على دفعتين، لكن تم احتساب انه تجاوز خط المرمى. كابتن وليد الانصاري تشوفها اقرب منها جول؟ اقرب منها جول. كابتن شاب كنكوني، والله انا ما كانت واضحه لي الرؤيه صراحه، شوف الحين تبين اكثر على اساس الواحد يكون منصف. صعبة شوف الحين صعبة جدا يعني صعبة داخل. يعني ترى جسم الجوتي برا وانا ايده داخل بس ايده داخل جسمه داخل هو داخل بعواش. خلينا نسمع من الجوتي يمكن يعرف الايد شلون. بس شوف انت حتى الجوتي يفترض يعني حتى هذا شوف انا لاعب لبنان ترى على فكرة غض النظر الجول، الحكم شاف لقطة الجول بس ما شاف لاعب لبنان ترى داخل قبل اللاعبين والصوب الثاني يحتاج لها فار. يعني حتى الحكم لازم تكون له رؤية، زاوية رؤية. يعني تدري لو اللاعب يدخل قبل تنفيذ هذا تعتبر ضربة حرة غير مباشرة حق الكويت. الحين هذه جول ولا مو جول؟ أنا ما أشوفها جول صراحة. أنا أشوفها ما تجاوزت بكامل محيطها. هو ما يشوف كرة عمر السوم جول، يبي يشوف هذه جول. إذا جول عمر السوم يحسبونه جول، هذه مشكلة. لا 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 نشخصنها، خل نروح حق أحمد موسى تفضل مع وحش. هدف عدت؟ إي هدف عدت. يعني ما نبي احنا والله ودنا شوف الجولتي داخل يا جماعه الخط، شوف الخط انت شوف الخط، شوف الخط الجول وينه وشوف الجولتي وين. كابتن وليد نصار، انا اشوفها هدف، وشوف انت يمكن صحيح ان رجل الحارس على خط المرمى ولكن جسم الحارس مايل لداخل المرمى، وشوف انت وضعيه الكره تعدت في كامل محيطها لما يرى الجسم داخل المرمى. بس الجولتي يعني صراحه ابدع فيها، يعني هو ابدع وكان بطل فعلا وايد حلو. جولتي عبد الله اليوب جولتي بطل، واتمنى المباريات الجايه خلنا نشكره ابو احمد خلنا نشكره المستقبل. لا مو شكر، انا متابع، خلي لنا هذا عبد الله الايوب وكم حارس ما ابي اذكرهم انا الحين، ما يصير اخذ حق عبد الله الايوب. نعم عبد الله الايوب مع كم حارس ترى راسمين لهم مستقبل للمنتخب الاول ان شاء الله قدام، ترى من الحراس المميزين وله مستقبل كبير، حارس يمتاز بالسرعه، سرعة ردة فعل، تمركز صحيح، وهذا يرجع لمدربين دربوهم في قطاع البراعم.
نعم. يعني انا ما ابي اظلم كذلك الاخوان اللي وياه في منتخب الناشئين الان حراس الاثنين اللي وياه. نعم. مميزين، نتمنى لكم التوفيق ونتمنى تكونون سبب في تاهل هذا المنتخب يا عابدين والايوب واللي وياك، نتمنى للدور القادم. معانا الاتصال الاول هزاع. السلام عليكم. صباحك الله بخير. عليك السلام ورحمه الله. يا مرحبا اخوي خلف، حياك الله. الله يحييك. ارحب فيك وارحب في الاخوان اللي عندك. طبعا اول شيء بتكلم عن الاتحاد الكويتي كرة القدم واخونا عبد الله الشاهين. بس قبل لا اتكلم بالنقطة اخوي خلف، اول شيء اشكرك انتقادك انتقاد بناء، ودائما نفرق بين الانتقاد البناء وانتقاد الهادم. يا جماعة الانتقاد البناء هو اللي يعني يعطيك حل. المشكلة عندنا في الرياضة اغلب الرياضيين اذا انت انتقدتني خلاص كأنك تصير ضدي، خلاص انا ما احبك، وهذا خطأ. أنصح لنفسي وأنصح الرياضيين، أي واحد ينتقدني بحلول أسمع الكلام اللي قاعد يقوله يمكن يكون قد صحيح كلامه. النقطة الثانية، أنا بسأل عن الإعلام واللي منعوه الاتحاد الكويتي عن القنوات الخاصة. أنا برأيي أسمع رأي الاتحاد أو يتكلم أخونا عبد الله الشاهين، ليش منع الإعلام أو تصريح أو أي شغلة بالإعلام؟ وين المتحدث الرسمي؟ هني السؤال. يعني ما وصل لو في مباراة حساسة أو دورة بطولة أثناء البطولة ما عليه، ممكن يقول قد كلامه صح. نتمنى من أخونا عبد الله الشاهين أنه يصرح ليش منع الإعلام، بس عشان نعرف حنا يمكن يكون كلامه صحيح. هذا أنا اللي قاعد أشوف أن الكلام هذا واضح صحيح. واضحة هزاع، ورسالتك للاتحاد الجديد الاهتمام بالإعلام والتعاون معهم. مضحي تفضل، صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير. ابشر. كل واحد باسمه. الامانه صباحك الله بالنور، تفضل. والله الامانه انا صراحه شاكي فيك مجروحه، للامانه قادر فعلا البديل الناجح، فعلا تعطي فرصه للجميع ولا تقاطع احد وكل واحد يوضح. للامانه من صرت انت مسؤول عن البرنامج، للامانه يعني كل واحد يسمع صوته ورايه واضح. الشغل الثاني ودي خاطب الأخ الشاهين أنه يحل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني، خلاص كافي خفاقات، المفترض ما يقعدون دقيقة فهد عوض ولا نريد نشوف سعود المجمد، لأن ما نفع النادي. ورد على واحد من فلان صقر يقول له عاد ينتخب بدل مطوع، بدل مطوع الاسم لنا عمالة اللاعبين، بالشم استفادنا منها طلعنا جميع البطولات. للأمانة شنو استفدنا منها على حساب المنتخب؟ يلعبون يوسف ناصر والأنصاري وبدر مطوع، لا يبغى مشي الكويت اللي أكبر من اللاعبين. فالرسالة هذه ودي أنها توصل هي الأخ شاهين. صوتك واضح أخوي مضحي، ورسالتك وإن كانت قاسية لكنها تصل، وهذا رأيك. أخوي صالح. هلا والله. صباحك الله بالخير، حياك الله. صباحكم الله بالخير، شلونكم؟ شلونكم؟ هلا ابو اسلم. صوتك واضح صالح، صوتك مميز. الله يسلمك. هلا ابو احمد. هلا عزيز وغالي كابتن شام. اسلم على الكابتن وليد نصار وعلى احمد موسى وعلى جود وعليك انت خليفه. هلا بك. اتكلم على بخصوص الناشئين. انا مدرب، عندي شهاده سي مدرب حراس مرمى، وكنت لاعب سابق واشتغلت عملت بنادي الكويت ونادي التضامن. ساعات التدريب حق الناشئين قليله جدا، حيث يعني ما تتعدى 45 دقيقه، وهذا سبب من الاسباب. الشغله الثانيه، عدد المباريات اللي قاعد يلعبونها بالموسم الواحد، يعني حتى لو يلعبون الدوري على قسمين مو كافيه حقهم. يعني المفروض حتى بطوله كاس الاتحاد حق الناشئين مفروض تصير عن طريق مجموعتها ويلعبونها دوري عشان يلعبون أكثر ساعات من المباريات. نعم. هالشغلة هذه راح تطور المدرب، يعرف وين نقاط الضعف والقوة عنده، واللاعب نفسه راح يعدل من نفسه. صحيح. في نقطة كذلك أخوي صالح، في نقطة ضيفة. لا والله هذه هي. جواك الله، ونستفيد من مداخلاتك مدرب حراس مرمى وعملت في أندية الكويت والتضامن. خلنا نختم مع أخونا جمعان، صباحك الله بالخير. هلا والله، السلام عليكم. حياك الله. عليك السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ شلونك خلف؟ الله يجمل حالك. حتى أسلم عليك وأسلم على وليد نصار. حياك الله.
حياك الله منتخبنا. يا هلا فيك ابو عايش، احمد موسى وابو عمر واحمد كنكولي. حياك الله. وبس وليد نصار يوم يقول لك هذا الحربان صاد الطير، صاد الطير بعد من اسكر التليفون يبلغنا الشري هذه صاد الطير، صاد الطير هذه وحده. وثانيا طال عمرك انا ودي ترجعون حق النظام القديم اللي هو كل نادي يطلع له لاعبين فقط بس حق المنتخب، يعني ما يجيني نفس اول مدربنا ما شاء الله راح جاب لي كلهم لعيبه كاظمه، يجي المدرب الروسي لوفستو كنا اللي جاب لعيبه الجهره كلها، يعني ترجع النظام القديم كل نادي يطلع منه اثنين بس، واللعيبه اللي يكونون بالمنطقه العاشره ما تاخذونهم وتودونهم حق انديه القادسيه والعربي وال لان يكون نفس النون. نعم نعم واضح واضح اخوي جمعان. صاد الطير والله هو كان طبعا لقب اعتز فيه من شيخ المعلقين خالد الحربان، وتدري هذه كانت المقوله قبل اللي يصيد الزاويه دائما يقول صاد الطير البرازيلي، فصارت خلينا نقول هي تزامنت مع اللقب في دوره الخليج. يعني مسي على انصب على بالخير اخوي خالد الحربان واللي اهدانها لقب، وكان وسام على صدري للامانه. شوف بس في احد المتصلين تكلم عن نقطه الاعلام اليوم وقرار اخوي ابو شاهين على موضوع ان حرمان القنوات الخاصه من نقل او التقارير. وهذا شوف اليوم في واحد من اهم اسباب انتشار الدوري السعودي وقوته بعد الغزو، يعني بالتسعينات في بدايه التسعينات هو الاعلام. كان الدوري السعودي اذا تذكر معي كان ينغل على الام بي سي، وكان ينغل على ال بي سي، وكان ينغل على المستقبل، وكان ينغل على يمكن على ار تي، كان ينغل على خمس ست قنوات. فكان الانتشار الاعلامي عطى الدوري السعودي الحلاوه والقوه وخلاله الناس تتابعه، يعني عرفت. فاليوم الاعلام عامل اساسي اليوم في 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 رفع مستوى الدوري. اليوم انت كلاعب شو يعني اليوم حتى ليش دائما المباريات المنغوله في السابق، خلي الحين يمكن ما شاء الله القناه الثالثه مو مقصرين في السنوات الاخيره قاموا يقولون كل المباريات، لكن قبل تلاقي المباريات المنغوله دائما اللاعب يبدع فيها، خصوصا الانديه ايام الدوري الدمج وكذا في بعض المباريات مو منغوله تلاقيها مباراه رتيبه وما لها اي حضور. فاليوم الاعلام امر يعني مهم الدوري. فانا اطالب اخوي ابو شاهين صراحه انه يعيد القرار في هذا، يعني يعيد النظر في هذا القرار، لان هذا شيء مهم اليوم. خل بالعكس خل الاعلام اكثر من قناه بالضبط، خل الاعلام خل الاعلام يغطي. بالعكس انت المفروض تزيد القنوات، المفروض انت تسوق للدوري وتخلي القنوات الثانيه هي تنقلها اكثر. ليش؟ لان اليوم هذا مطلب حتى حق اللاعب انه ينتشر ويبدع ويقدم، لكن تحكر البطوله في 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 قناه واحده، فهذا هذا صراحه هذا شيء يعني انا صراحه اختلف معك يا ابو شاهين. واضحه يا ابو عواش. سفاره الامارات في الكويت نظمت يعني تجمع بعنوان الكويت والامارات قلب واحد، خلونا نشوفه نرجع لكم مره. العلاقات بين الإمارات والكويت علاقات تاريخية ومجذرة، يعني ليس فقط على المستوى الحكومي وإنما أيضا على المستوى الشعبي بمختلف المجالات. ولا شك أن جانب الرياضة أحد المجالات المهمة اللي تحقيقها شهد على تطور ونمو العلاقات بين الإمارات والكويت. الجيل الذهبي اللي كان في الكويت، الجيل الذهبي اللي كان في الإمارات، كان يعني فترة اللي نفتخر فيها بالأخص في كرة القدم. الكويت وصلت كأس العالم في عام 82، دولة الإمارات وصلت كأس العالم في عام 90. هذه الفرحة وصول الفريقين إلى كأس العالم في تلك الفترة كان فيها نوع من يعني إبراز اسم المنطقة، إبراز اسم دولة الكويت الشقيقة، إبراز اسم دولة الإمارات والكوادر التي وصلت إلى هذا يعني المونديال العالمي. اليوم في الندوة بنحاول يعني نسلط الضوء على طبيعة هذه العلاقة وعلى طبيعة هذا التعاون اللي يعني امتد حتى قبل قيام اتحاد دولة الإمارات في عام 60 بين البلدين الشقيقين. سعيد بالموقف والعلاقات الرياضية الكويتية الإماراتية خلال السنوات الماضية وما زالت مستمرة، نهاية في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي كانت داخل دولة الكويت. يعني موقف جدا أذكره، وفاة رحمة الله عليه
سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كانت قبل بداية أول يوم من بداية البطولة. فكنا احنا في اللجنة العليا في ربكة قليلة بأن ممكن هل ينسحب منتخب دولة الإمارات. تفاجأنا بدعمهم القوي ووجودهم، فكانوا عامل أساسي باستمرارهم داخل هذه الدورة ونجاحها. ويكفي يعني المقولة الجميلة اللي قالها لاعب كرة السلة قيس الشبيبي لما قال بأن يعني لو دورة في أي مكان آخر لما نجحت كما نجحت داخل دولة الكويت، لما كانت دولة الكويت عند دولة الإمارات. وأنا متأكد بأن يعني عند كل دول الخليج راح تكون هذه الدورة ناجحة. أردنا أن نبين من خلال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة جهود مشكورة بقيادة الأخ الدكتور بطر نيادي الذي رحب بالفكرة وبهذا العمل كنوع من المبادرات الثقافية الإنسانية الاجتماعية الدبلوماسية التي تقوم بها السفارة. ووجدنا أنها الرياضة هي أحد الأدوات المهمة في المجتمعات والشعوب. اليوم أصبحت اليوم الرياضة أو الدبلوماسية الرياضية هي القوة الناعمة. ومن هذا المنطلق وجدنا أن الكويت كبلد لها مكانة خاصة في قلوب الإماراتيين، والكويت أيضا أحببتنا وخلتنا نعشق كرة القدم بسبب نجومها في العصر الذهبي. هذا هو المبدأ الأساسي من خلال هذه الندوة. فرصة طيبة للآن، الحمد لله الآن في جماهير من نادي الأهلي متواصل وياي وإداريين، فأهم شيء أن كنا معاه موجودين في نادي الأهلي كنا أسرة واحدة، كأنك قاعد في بالكويت ولا كأنك محترف الصراحة. شكرا للاخوان في السفاره الاماراتيه على هذا التجمع الجميل الراقي، وشكرا لاحمد العنزي مراسل برنامج اللي قطع وكان متواجد في هذا الحدث اللي حضره نخبه من النجوم الرياضيين في الكويت. انا اشكر الاعلامي محمد الجوكر، وقبل اشكر الاعلامي اشكر السفير دكتور مطر النيادي على اهداء برنامج الديربي لهذا الكتاب المميز، كتاب الثمين 50 عام وطن من ذهب كره الامارات من البدايات إلى الإنجازات. عنوانه جميل وهو كتاب الأمانة صفحته جميل ومرتب وراقي حتى بالمعلومات وبالأصور الموجودة بتنسيق الكتاب، ما شاء الله تبارك الله، شيء جميل يا محمد الجوكر الإعلامي المميز. محمد الجوكر شكرا لك على هذا الإهداء الثمين. أبي أنتقل حق تقرير ثاني، مركز الزامل للإعداد والتأهيل، شوفوا التقرير نرجع لكم مرة ثانية. والله الحمد لله تأهيل الزامل من أفضل يعني مراكز تأهيل بالكويت مع إشراف الكباتن محمود وجوليان وأيمن. نعم. شنو اصابتك؟ والله انا عندي قطع بالرباط الصليبي والغضروف، واصابه جديده قطع بالغضروف داخلي وخارجي. شلون شايف التاهيل هني؟ والله هاي ثاني مره بجي باهل عندهم، مو اول مره. صار عندي قطع بالعضله الخلفيه من مده شي 4 سنوات، وسويت عندهم تاهيل وما شاء الله عليهم. يعني كم تقعد بالتاهيل هني؟ كم فتره تقريبا؟ والله لك هي على مراحل، هن يعني بيعطوك كل الانفورميشن كل المعلومات يلي هي بتبلش ببريبريشن 1 وبريبريشن 2، وبترجع بتنقل للبرة للصاله للتمرين حسب كل مرحله قد ايه بتاخذ وقت، وانا والتزامي بالنهايه. فمبدئيا بين 3 شهور و4 شهور. الحين صار هني بالضبط 3 شهور، المرحله الثالثه انا وصلت الحمد لله مع الشباب الكباتن كابتن رامي وكابتن ايمن وكابتن جولاي، الحمد لله مو مقصرين معانا والامور الحمد لله ماشيه رب العالمين. في عنا تاهيل ما قبل العمليه وتاهيل ما بعد العمليه. العمليه خلاص رحنا للدكتور سوينا الرباط، رباطنا رجع سليم، بس انت كيفاش مش تتعايش مع المنطقه هذيك ومع العمليه ومع العضل اللي ضعفت الفتره اللي قدامك الكل، يعني فهمت؟ لازم يكون الناس اللي مجابلينك معنا ناس اكفاء اختصاصيين عندهم درايه بعلم تقويه العضلات،
تكون عملية الثاني والفرد سلسة باش ما تأذيش الرباط، باش ما تأذيش الغضروف، باش ما تسببش خشونة اللاعب. والله هذا جهاز البليز باد هو من آخر الأجهزة معناها تطورا اللي نثبتوا فيه ديناميكية حركة اللاعب قبل نزوله للملعب. نراقبوا به البالانس نتاعه، نراقبوا به سرعة ردة الفعل، نراقبوا به مدى الحركي نتاع المفصل ونتاع العضلة كامل يعني للاعب قبل ما يكون جاهز 100% للملعب. يعني هذا آخر اختبار، بعده هو إن شاء الله دايركت ننزل للملعب. راح فيكم السادة المشاهدين من جديد. توه بالمقابلات الإصابات اللي عند مركز الزامل الأغلب رباط صليبي وغضروف، وفي إصابات أخرى لكن الأشهر عندنا رباط صليبي. توه بعواش تحت الهواء يقول لي أنا رباط، وكابتن وليد نصار أربطه أنا رباط صليبي، شاب كان كوني رباط صليبي، لاعب كرة كابتن وليد أنصاري رباط صليبي. لاعب يد. يد ها؟ يعني الحين عشان تعرفون إيش كثر هذه الإصابة منتشرة في الكويت. الخمسة اللي قاعدين في الحلقة كلنا رباط صليبي. صحيح. شو السالفة بعواش؟ أنت قلت سبب تو. والله شفت الهواء يعني انا من حكم السؤال يعني بحثت في الموضوع السهر عامل اساسي ورئيسي سهر وبداعي في الرباط الرباط الصليبي الا هم يعوز الرباط الصليبي ما شاء الله تبارك الرحمن عليه فالسهر اليوم واحد من اهم العوامل في اصابه اللاعب الرباط الصليبي وهي طبعا رساله حق لاعبينا اللي حاليا الموجودين والنشئ يعني ان اليوم انت ترى السهر هو مقبره اللاعب وخر على السهر نصيحه جميله والله وجهها للاعبين منك طبعا قاعد اوجه الرساله حق اللاعبين يعني انت اليوم ابتعد عن السهر كثر ما تقدر يعني لان اليوم النوم المبكر هو طاقه الجسم هو اللي يقوي الجسم سهرك الليل يضعف ربطتك يضعف بنيتك يضعف عضلاتك فيؤدي الى الاصابه السريعه فاليوم هو السهر هو معروف مغبرة اللاعب يعني نقدم وقت البرنامج بعد نصيحه ابو عواش نخليه من العشر ليل 12 لا يتبعون الاعاده شكرا بعواش بروح حق كابتن شاب كنكوني عنده كلمه على اخوك حسين يأهل كذلك في مركز الزامل طبعا نشكر مركز الزامل يعني باهتمامه باخوي حسين يعني بالذات ابو علي يعني امانه متواصل مع حسين متواصل معانا من اول يوم اصابته يعني راح يعالج هناك يعني مركز يعني غني عن التعريف مركز الزامل يعني انا اكرر واقول انصح العالم ان تهيئ تتاهل هناك وبالذات في دكتور متخصص متواجد هناك يكشف المرضى من أول يوم يعني وهذا الشيء يشكرون عليه مركز الزامل وأعتقد حسين يعني مرتاح نفسيا حسين حتى أنا مسألته قلت له ليش قال لي أنا ما رجعني إلا مركز الزامل فمن أول يوم إصابته الأمانة راح مركز الزامل علشان يمارس التمارين اللي هي الإعداد لخوض المنافسات في الموسم نعم نشكرهم صراحة لا ننسى ترى المسؤول عن المركز اليوم اخوي عبد الرحمن الزامل ابو علي طبعا يمكن جهوده كبيره بهذا المركز واستقطاب لاعبي الانديه اللي عندهم اصابات وايضا حاول يعني يعرض على الانديه بحيث انه يعالج لاعبينهم بهذا المركز مركز متكامل عنده اخصائيين على مستوى عالي وعنده الحرص ابو علي اخوي عبد الرحمن الزامل اليوم متابعه اللاعب لحين دخوله الملعب يعني ما يدخل الملعب الا بعد اذن عبد الرحمن الزامل لما يحس ان اللاعب انه تشافى بالكامل إني يعطي الإذن أو يبلغ نادي أن خلاص هذا اللاعب ترى جاهز 100% نحتاج كنا الزامل على أيام رباطاتك كم رباط للأمانة كنا نحتاج أمور كثيرة بذاك الوقت بس لكن خلينا نتكلم السابق كان عندنا معدين كان عندنا اليوم المدربين اللياقة البدنية عندنا مدربين للأحمال أو خلينا نقول الأوزان بتدريب القوة العضلية لتحميك من الإصابة ولكن هو طبعا هو خلينا نقول حذر الانسان دائما هذا قدر الانسان وهذا الامر ونقطه اخيره انا تكلمت عن المعد البدني اليوم عندنا طارق بناي عندنا اخوي قاسم حمزه يمكن شفناه في مواسم سابقه مع الحكام باتحاد كره القدم من ناحيه العامل البدني فانا اعتقد خلينا نستفيد من الخبرات قاسم حمزه اخوي طارق البناي في الامر يحتاجهم الاتحاد حق المرحله السابقه وفي ظل اللي قاعدين نشوف الاول الاولمبي الناشئين اليوم من ناحيه الشد العضلي لكم دعوة كريمة من الأخ عبد الرحمن زامل أبو علي للسادة رواد ومحللين برنامج الديربي أن تزورونا في المركز أي أحد يحتاج إعداد تأهيل من إصابة أي أمر زامل وشوف يعني مكانك محلك ونقطة يعني الأخوي عبد الرحمن يعني زامل صراحة
يعني مو بس كاعداد وكتاهيل، ايضا كمستلزمات قاعد يجيبها كليابها اخوي عبد العزيز عطيه في احدى الحلقات، يعني اكثر من جهاز واكثر من نعم اشياء يستفيد منها حتى المصاب برا المركز انه يستخدمها حق التغويه وحق امور العلاج وحق امور الريكفري. فانا اعتقد يعني هذا المركز متكامل من جميع النواحي، من علاج ومن اعداد ومن تجهيز. فكل الشكر لاخوي عبد الرحمن صراحه وبيض الله وجهه. حتى ما اضيف على كلامك، ترى عنده جهاز شفناه خلفنا ما رحنا اللي قال لنا عنه، الجهاز مال الظهر فقرات الظهر، ترى جهاز هذا جديد، يعني جهاز عنده اجهزه جديده، ترى دافع عليها تعبان عليها. يعني بالعكس احنا انا كلاعب سابق تعورت، عندك ولدك الصغير متعور، ترى مركز متكامل صحيح، مركز طبي كامل. نعم طبي كامل. يعني انا والله صراحه انا اشوف اي واحد حاس انه يبي مركز ممتاز مثل هالمركز والله يروح، ولا يفكر اصلا يروح. نفتخر صراحه، نفتخر اخوي والله يروح على طول، افتخر فيه لانه من البحر والرمل، ترى بدا يعني بدا بالرمل، ها من حديقه العدالية عرفت ليه مركز متكامل. فهذا شيء يحسب له انه تعب ريع على نفسه، ومن الصفر بدا ومجهوده وتعبه، من كان ياخذ اللاعب ياهله على البحر ورمل البحر الى مركز متكامل من كل شيء. الله يبارك لك فيه يا اخوي عبد الرحمن امانه. انوه ترى مو بس اللاعب المصاب، حتى اللاعب اللي بيسوي اعداد، ما في شيء بيسبق قبل الدوري والاعداد، بيسوي اعداد اندور داخل التكييف والمكان المرتب هذا، ممكن يسوي اعداد للموسم الجديد، خاصه لعبه المراحل السنيه تحت 20 وتحت 17. وصلنا حق ختام حلقه اليوم، ان شاء الله نلتقي فيكم في حلقه برنامج ديربي في حلقه القادمه.